للضغوط التي تقوم بها الجزائر منذ يعني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. يمكن أن نقول على أن النظام العسكري الجزائري أصيب به سيريا وبحالة من التشنج النفسي العالية، والتي حولته إلى شحنة أو إلى شحنة من النار، يعني يمكن أن تحرق في طريقها أي شيء. وهذه الشحنة السلبية العالية فجرها في العديد من المبادرات التي تشكل يعني ضغطا على الإدارة الأمريكية بالأساليب المعهودة لدى الأنظمة التي تنهج البروباغندا وتنهج هذه الأساليب البخيثة للتأثير على صناع القرار في العالم السياسي بصفة عامة. ومن بين هذه الأساليب التي لجأت إليها الجزائر هي أولا الضغط على الكونغرس الأمريكي والضغط على الرئيس أيضا من خلال عدة آليات. الأولى وهي المراسلات التي تقوم بها الجمعيات المحسوبة على اللوبيات الجزائرية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، ثم اللجوء إلى المؤسسات الرسمية من خلال المراسلة التي قام بها البرلمان الجزائري برمته وعن بكرة أبيه، يعني توقيع تقريبا أزيد من 300 برلماني جزائري لرسالة وجهوها إلى الرئيس الأمريكي يطالبونه فيها بسحب الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية. وبالإضافة طبعا إلى الأساليب المعهودة للجزائر في قضية الصحراء المغربية، وهي شراء اللوبيات وتمويل اللوبيات الأمريكية التي لها مصالح مع الجزائر مثل لوبيات النفط والنفط خاصة والطاقة بصفة عامة، والتي لها يعني شركات أمريكية لها مثل إيرسون وشيفرون التي لها استثمارات في الجزائر تلجأ إلى لوبيات هؤلاء هذه الشركات للضغط على الكونغرس الأمريكي لمراسلة الرئيس الأمريكي أو لمساءلة وزير الخارجية مثل ما حدث بعد تنصيب وزير الخارجية الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت مساءلته. من بين الأسئلة القليلة التي توجه لوزير الخارجية كانت حاضرة قضية الصحراء المغربية واعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة المغربية. وهذه الأساليب يعني أكيد أنها حتى إن لم تأتي يعني أكلها مباشرة الآن، فأكيد أن مواصلة الضغط بهذا الشكل الرهيب عن طريق لوبيات النفط وعن طريق اللوبيات التي تمولها الجزائر والتي تنشرها وزارة العدل الأمريكية سنويا، الجزائر تنفق المليارات سنويا على لوبيات همها وهدفها هو يعني الضغط على الإدارة الأمريكية يعني اتخاذ موقف سلبي من السيادة المغربية في قضية الصحراء، هذا منذ سنوات. ولكن الآن أصبح التركيز على سحب الاعتراف الأمريكي، لأن إذا استمر الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية يمكن اعتبار على أننا يعني قطعنا أزيد من 50% أو 60% من طي نهائي لهذا الملف نهائيا، نظرا للمكانة الاعتبارية للولايات المتحدة داخل مجلس الأمن وبصفتها حامل القلم في القرارات المتعلقة بالصحراء وبصفتها كأكبر قوة عظمى في العالم. يعني إذا وقفت إلى جانب قضية معينة فأكيد أنها سيكون لها تأثير لا على حلفائها في الاتحاد الأوروبي ولا في الحلف الأطلسي ولا في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة. إذا الجزائر مصابة اليوم بهستيريا وهي تنفق بغير حساب مليارات في اتجاه الضغط سواء في اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال البرلمان الجزائري، من خلال الضغط حتى على الجمعيات في أوروبا التي هي التي أنشأتها بالأساس تحت مسميات جمعيات دعم الشعب المزعوم في تقرير مصيره إلى آخره. إذن اليوم الإدارة الأمريكية تتوصل بحجم هائل من المراسلات ومن المطالب سواء بالمراسلات الرسمية أو عن طريق البريد الإلكتروني لتشكيل للضغط على الرئيس الأمريكي الجديد وعلى الإدارة الجديدة تحت شعارات تدغدغ مشاعر الديمقراطيين، يعني من قبيل تقرير المصير والشرعية الدولية وإلى آخره. وبالتالي علينا أن ننتبه جيدا وألا نستهين بهذه الأساليب وألا نستكين. المغرب حقق فعلا يعني انتصارات في هذه المرحلة الأخيرة من خلال الاعتراف الأمريكي ومن خلال فتح القنصليات ومن خلال العديد من المواقع التي سجلنا فيها نقاطا، ولكن لا يجب أن نسترخي ويجب أن نشعر بالخطر والخطر الداهم من هذا الضغط الكبير والفظيع الذي تمارسه الجزائر عبر لوبياتها. وبالتالي علينا أن نتحرك في اتجاه المعاكس
أنا أوجه من خلال الأيام الدعوة إلى الأحزاب، إلى الجمعيات المغربية بكل مشاربها في الداخل المغرب وجمعيات مغاربة العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، وأوجه الدعوة من خلالكم إلى البرلمان المغربي، إلى 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 رؤساء الفرق البرلمانية، وأوجه الرسالة من خلالكم من خلال منبر الأيام إلى أيضا حتى الخارجية المغربية للتحرك وبقوة ووضع خطة مضادة لهذا الضغط الفظيع الذي تمارسه الجزائر، وعلى الأقل من خلال المراسلات، مراسلات البرلمان والفرق البرلمانية والأحزاب والجمعيات ستصل إلى الولايات المتحدة ربما المئات من المراسلات. طبعا المراسلات يجب ان تكون في قمه الدبلوماسيه، وتكون يعني تتبنى نهجا قانونيا يوضح ان الصراع او يوضح المؤامره التي تعرضها المغرب سواء في اثناء تقسيم اراضي من قبل القوى الاستعماريه في بدايه القرن العشرين، او من خلال المؤامره التي تستمر الجزائر ولوبيات النفط ولوبيات المواليه للجزائر في حياكه هذه المؤامره، فضح هذه المؤامره واساليبها واشكالها، وفضح النظام العسكري الجزائري، لأنه لا يمكن لنظام ديكتاتوري يقمع 40 مليون جزائري ويصادر حقهم في تقرير المصير والشعب الجزائري يطالب بالاستقلال. ليس هناك شعب في العالم خرج في مظاهرات الربيع ما سمي بالربيع العربي ورفع شعار الشعب يريد الاستقلال إلا الشعب الجزائري، معنى أن الشعب الجزائري يشعر أنه محتل من قبل هذا النظام العسكري. فعلينا أن نفضح هذه الأوجه من خلال الجمعيات والأحزاب والبرلمان، ومن خلال أصدقائنا أصدقاء المغرب أيضا في الولايات المتحدة، في فرنسا، في أوروبا، في ألمانيا، في كل مكان في العالم. يجب أن نجند في هذه الظرفية، لا يجب أن نترك الأمر إلى ما بعد شهر أو شهرين، ولكن في هذا الوقت بالذات، لأنه إذا أصدر قبل أن يصدر بايدن أو إدارته أو وزارة الخارجية الأمريكية خطوة أو بيانا في اتجاه المعاكس للسيادة المغربية، لأنه إذا صدر البيان فسيكون الوقت متأخرا من العودة إلى الوراء. علينا أن نركز اليوم خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين القادمين على هذه المراسلات وعلى الضغط بجميع الوسائل للحفاظ على هذا المكسب الأمريكي، مكسب الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.